البلد كلها مسلمين، ومن كتر ما هم واخدين رخصة عشان تاني حرب فمحجبات مشكلة والله. فالمهم حصل يعني أنا بحب دايما أبقى أساسي. ده الماتش الوحيد في حياتي اللي أول ما يعني طبعا كان عماد هو رقم واحد في المنتخب، كان عماد وعمرو زكي تقريبا الماتش ده. عمرو زكي والاثنين خلعوا هربوا وليت لك مره واحده كريم. لا لازم تبقى ذكي يا كريم، في اوقات كده لازم تبقى ذكي. اخلع وهيلعبوا عمرو زكي وعماد خلاص، وانا احتياط فرحان جدا. انا وقاعد لقيت مره واحده ايه عماد نزل بقى قميص بتاع ايه مش هيعمل كده كده بص له عليا قال لي مش قادر انت على رقبتي. لا هو رقبته فعلا معلقه مش قادر. وبعدين اعمل كده اجي اكلمه يلف لي كده. لا هو اتسلت. المهم ابتديت ايه ساب. هو كان موجود في الماتش ده، هو هيلعب خلاص. التشكيل اتحط المحاضره انا اللي هلعب التشكيل اتحط وعماد هيلعب خلاص. وانا قاعد بقى خلاص اول ما لقيت عماد هيلعب الحمد لله ابتديت اجيب بقى مرمى واروح لعماد ادلكه عاوز يلعب عشان خاطر يعني. لقيت مره اروح لعماد ايه قاعد وبعمله كده مره واحده اي قام بص كابتن حسن شحاته قال له مش قادر. فطبعا عماد قال مش قادر وانا بص عاوز استخبى عايز اجري بقى الف كده الاقي كابتن حسن قاعد بص بص لي كده احاول بص هموت والله العظيم هموت واهرب. كابتن حسن بيبص لي وبعدين مين بقى طبعا كابتن فرق يلا شد خيلك. قلت له لا لا ان شاء الله لا. قال لي لا ما فيش يلا. المهم كابتن حسن قال لي يلا في ايه يلا. وحياه ربنا انا بقول لك انا كنت هموت خلاص. بالظبط خمس دقايق الماتش اوحش ماتش مع درجه حراره مش عارفين نلعب وصعب جدا وكان الساعه 3. واول كوره جت لاحمد. احمد اصلا ما بياخد الكوره وما يبصش لحد. الكوره دي اول ما جات له قام عامل لي سلو. وطبعا بس دي حاجه ما بتحصلش. وبجري ولقيت مره واحده طبعا ايه فرقه جيبوتي دي اصلا تعبانه. المهم قمت من الكعبه نازل التركوه اتكسرت. يا نهار ابيض خلاص وجع غير طبيعي. احلى لحظه في حياتي وانا بعمل تغيير وبقعد في الاسعاف وفي تكييف.